أقدم عملة ما زالت مستمرة اللي هي الجنيه الإنجليزي، أقدم عملة ما زالت مستمرة لغاية دلوقتي بتظهر. وكلمة جنيه اللي هو الجنيه الإنجليزي أو الاسترليني. كلمة جنيه هي كان الجنيه زمان كان بيصنع من الذهب، والذهب ده كانت إنجلترا بتجيبه من غينيا. بالتالي أطلقت على الجنيه غيني، غيني حسب القهر. جنيه اتقال عليه جنيه برضه لأن الجنيه المصري كان يذهب ويجن العقل من بريقه، فالناس كلها بتتجن بيه وكده، فاتسمى جنيه. اتفضل بقى لو في أسئلة.